نعود من جديد إلى طريق السريع الرابط بين الدار البيضاء وزيرالدا ومفدنا إلى هناك زميلنا طاهر بن زين. طاهر، إن كنت في الاستماع، آخر المستجدات المتوفرة لديك. نعم زميلتي، تفضل. نعم، آخر المستجدات المتوفرة أن هناك بركة من المياه، هناك بركة من المياه على مستوى الرياح الكبرى لغران فون، بركة من المياه قطعت الطريق، ما دفع بالمستخدمي طريق سريع ما بين بن عكنون وزيرالدا إلى أخذ المسلك اليساري أقصى اليسار من أجل المرور بعدما فاق علوها النصف متر. بركة من المياه غلقت الطريق على مستوى الرياح الكبرى، الطريق سريع لغران فون. طيب طاهر، هل اتضحت أسباب هذا الانسداد؟ نعم، وفي هذه لا تزال مصالح الأشغال العمومية لولاية الجزائر تحاول إصلاح البلوعات أو إصلاح قنوات صرف المياه الصحية التي ربما هي السبب الرئيسي في مثل هكذا كوارث طبيعية بعد تهاطل كميات كبيرة من الأمطار اليوم. طيب طاهر بن زين، هل موجودة حقيقة هذه البلوعات؟ كاينين على مستوى هذا المقطع؟ لأنه نشاهدوا أنه العمال وراءك، يعني ما فيش أشغال راهي تتم وراءك أو لا. محاولة لربما فتح هذه البلوعات التي تتحدث عنها؟ لا ندري تحديدا، لان المياه غمرت طريق هنا على مستوى لغران فون، المياه غمرتها لعلو اكثر من نصف متر، غمرت المياه، لا نستطيع ملاحظه البلوعات وجودها من عدمه، لكن الاكيد ان هناك شبه واد او حفره تحت 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 بون تاع تحت بون لغران فون، تحته هناك حفره او شبه واد، هناك مصالح ولايه الاشغال العموميه تحاول إصلاح قنوات صرف صحي هناك. شكرا. ربما هناك انفجار لأحد القنوات هناك، لا ندري تحديدا، حتى مصالح الولاية رفضت تقديم أي تصريحات. وهذا الانسداد الطريق هو آت من بن عكنون إلى غاية الرياح الكبرى، وما دفعنا إلى التنقل أو الولوج إلى عين الحادث، إلى عين المكان هنا عن طريق المشي. شكرا لك طاهر. إذا مشاهدينا، نوضح كما يظهر في هذه الصور أنه فيه انسداد آخر على مستوى منطقة لغران فون بطريق السريع الرابط بين زيرالدا والدار البيضاء. إذن مستعملي هذا الطريق يلتزمون أقصى اليمين اجتنابا لما يمكن أن يترتب عن علو منسوب المياه على هذا المحور، المياه التي نتجت عن تساقط كميات معتبرة على العاصمة بالإضافة إلى ولايات عديدة من شمال البلاد. كانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت في نشرية خاصة منها في وقت سابق بعد أن تحدثنا عن انقطاع محور الطريق الدار البيضاء زيرالدا. ها هو اليوم أو ها هي اللحظة، هذا المنطقة منطقة لغران فون هكذا كما أفاد موفدنا إلى هناك طاهر بن زين. تقريبا نفس الوضعية، نفس المشكل، الطريق لم تقطع نسبة 100%، ولكن مثل ما تبرزه هذه الصور الطريق مملوء بالمياه ومغمورة، السيارات تكاد لا تظهر، والتزام أقصى اليمين إلى حد الساعة هو الحل لعبور هذا المقطع في انتظار ما سيقوم به أو تقوم به مصالح أشغال العمومية في الساعات القليلة المقبلة.